صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. اليوم معنا واحد الوصفة خطيرة خطيرة جدا إن شاء الله بحول الله وقوته. رزيمة ديال المحبة، رزيمة ديال القبول، رزيمة ديال السمع والطاعة، رزيمة ديال القوة. تكون عندك قوة وتكوني إن شاء الله كالبدر، إن شاء الله تكوني فيما مشيتي تحلو عليك كاع البيبان. إن شاء الله بحول الله وقوته عندك طاقة إيجابية، غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نفتحوا بزاف البيبان بهذا الرزيمة، لأننا مؤمنين بالله هو اللي عنده كل شيء. القدر بيد الله والزهر بيد الله وكل شيء بيد الله، ولكن كاين تعسير، كاين تعسير. هذاك التعسير داروه لك كيما نقولوا حنايا الناس اللي ما تيخافوش الله، إما حسد قوي. الحسد القوي يوقف الحال، الحسد القوي يوقف الحال، العين الحاقدة توقف الحال. الناس اللي عندهم طاقة سلبية في الجسد ديالهم ما تيبغيوش الخير الناس. إذا هذوك الناس اللي تيكونوا شياطين الإنس تيكون عندهم واحد طاقة خيبة تأذيو الناس بها، ولكن كل شيء ترجع عليهم وكل شيء تأذيهم هما قبل ما يأذيو الناس. إذا الناس اللي عندهم توقيف الحال في كل الأمور، أي باب دخلوا ليه تلقاو صدود، تلقاو مشاكل في كل الأبواب. بحال الزوج مشى يقلب على عمل تلقى صدود، ما تلقاش واحد الرحب في العمل، تيكون عنده تعسير، تيكون عنده تعسير إما من القرين وإما من الحسد وإما من العين وإما من طاقة سلبية من الحسد أو السحر المرشوش، تهو تيصيب الإنسان بتوقيف الحال. إذن هذا الرزيمة ما تحقروهاش، لأن فيها واحد طاقة، فيها طاقة خطيرة جدا اللي غادي نحطوه، غادي نوريكم كيفاش ديروا لها رزيمة السعد المليح. رزيمة غادي تعطيكم واحد طاقة إيجابية، غادي تكونوا إيجابيين بحول الله وقوته. إذا حبة العشق باش تكوني مقبولة ويكون عندك الزهر والميمون، غادي تديريها وانت عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى عنده هو كل شيء، ولكن تتحطي غير أسباب وطاقة من القرآن الكريم. إذا حدنا حب العشق، البنات اللي باغين، الناس اللي باغين ينجحوا في حياتهم ضروري يحطوا الأسباب، ولكن الصلاة و واستقامة والقرآن الكريم هو اللي سبحان الله العظيم عنده طاقة قوية تتحطي غير أسباب، والأسباب بيد الله. إذا الثقة في الله والقبول في يد الله، ولكن تتحطي غير أسباب. أسباب كاين بعض الأحيان تيكون السبب بسيط ولكن تيحل لك بزاف البيبان، تتكون عندك واحد طاقة النحس وهذاك الحرف من الحروف اللي كاين في هذيك العشبة حلك باب الخير. ما غاديش يحل لك باب الشر ولكن غادي يحل عليك غير باب الخير. إذا غادي ناخذوا منديل ابيض ورقي، غادي ناخذوا خيط اخضر او ذهبي، او ذهبي غادي ناخذوا اما خيط اخضر واما غادي ناخذوا حب العشق. شحال خاصني ناخذ من حب العشق؟ 16 حبه او ناخذ 7 حبات، ثم في الاختيار. اذا غادي ناخذوا 7 حبات او 15 حبه او 11 حبه او 9 حبات. اذا غادي ناخذ انا 11 حبه، غادي ناخذ 11 حبه لانها الرقم مميز، الرقم 11. اذا غادي ناخذ 11 حبه على النيه ديال جلب القبول، جلب الطاقه ديال القبول ديالي. غادي ترشي المنديل بالريحه، ترشي 3 رشات المنديل. اذا غادي نرشو المنديل لان غادي نحاولوا نديروا المنديل صغير جدا لان حبه العشق صغيره جدا، وغادي ان شاء الله نحاول انني نحطهم هكا. كاين الناس باش مي هذاك القبول يحاولوا انهم يديروا بابي الومنيوم عاد يحطوها في منديل ابيض او يحطوها في منديل ورقي. اذا حطينا 11 حبه هنايا، 11 حبة على نية القبول، بغيت القبول ديالي وبغيت يكون عندي الزهر والميمون، بغيت يكون عندي الزهر والميمون. غادي إن شاء الله ناخد هاد الطاقة، طاقة زوينة اللي غادي تحل ليا بزاف البيبان. راجل ولا مرأة ولا ولد باغي يدوز من أي امتحان، غادي إن شاء الله نحاول نرش هاد المنديل بالريحة، تكون عود أو تكون
اي حاجه عندك فيها ريحه طيبه، وغادي ان شاء الله نقربها في الديه وغادي نقرا عليها هذه القراءه. اول حاجه ما ديروهاش يوم الاربعاء، ما ديروهاش يوم السبت، اختاروا هذه الايام اثنين ثلاث خميس الجمعه الاحد. اذا هذو هما الاوقات. امتى غادي نديرها؟ غادي نديرها في الليل، من نمشي نروح الى الغرفه ديالي بيني وبين نفسي، شريت هاد حب العش او تكون عندك في المنزل وغادي نخدم بها. الا كانت عندي قليله غندير 7، كانت عندي كثيره غادي ندير 11 او 15 حبه، لان الطاقه ديالها زوينه. ولو تكثري ديري حتى 100 وحده، هي طاقتها ايجابيه الا رفعتيها معك، غير حبه الزهر او حبه العشق لانها طاقتها رائعه باذن الله الواحد القهار. اذا غادي نقرب هذاك المنديل الى اليد ديالي بحال هكا، وشنو خاصني نقرا عليها؟ غادي نقرا عليها هذه القراءه من حروف النورانيه، حروف 5 حروف نورانيه، لانها طاقه ايجابيه ان شاء الله غادي تعطيكم طاقه الرحمه، طاقه القبول، طاقه. ولكن حاولوا انكم اي حاجه حصلت معكم زوينه ما تعودوهاش، لان غادي يحصل معكم ان شاء الله، غادي يحصل معكم بزاف الحوايج زوينين في حياتكم، ويتحيد النحس ويحيد كاع الطاقه اللي عندكم طاقه سلبيه. اذا غادي نقربها الى الفم ديالي بعد ما بقيت بيني وبين نفسي في هذيك الغرفه ديالي اللي تنام فيها. غادي نكون على وضوء ونكون باغي نصلي واحد جوج ركعات ان شاء الله باستغفار وبالصلاه على الحبيب، وغادي نرفع هاد 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 الكسيتينا او منديل ورقي بعد ما نحطها في الومنيوم باش نحصنها. تيلا دخلت بها للمراحيض او كنت في مكان وكان الصاك معايا، واخا ندخلو معايا غادي يكون محصن بابي الومنيوم، ديروا شويه قطعه صغيره وغادي تحصنوه باذن الله الواحد القهار. وغادي غادي تقراو كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد 111 مره، 111 مره كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. إذن غادي بحول الله وقوته، كاف ها يا عين صاد غادي تقراوها 111 مره. سبحان الله، اللي داوم عليها في الصلاه غادي يشوف العجائب والغرائب. كنتي باغا الحاجه ديالك تهزي معك التصريره، ولكن الدومي عليها مده اسبوع في الصباح، صلاه الصبح 100، تاخذي السبحه، تاخدي السبحة وتخرجي 111 مرة على النية اللي بغيتي، مال، زواج، جلب حبيب، أي حاجة غادي أتعطيك إشارات قوية جدا. ولكن في هاد الشروط خصك الكتمان فقط، الكتمان في أمرك فقط، أي حاجة وقعات لك غادي تكتميها لأنك محتاجة الكتمان باش يكمل عليك الله. إذا حاولوا أنكم ديروها على النية ديال الكتمان، وغادي تشوفوا أسرار من أسرار كاف ها يا عين صاد. سبحان الله، لها طاقة إيجابية، تعطيك القوة، تعطيك القبول، تعطيك النصرة، تعطيك السمع والطاعة، تعطيك سبحان الله غيكون عندك قبول، قبول لا مثيل له. سبحان الله، غادي يكون عندك قبول لا يعلم أسرار كاف ها يا عين صاد، لا يعلمها إلا الخالق واللي عالم الطاقة النورانية ديالها. الكلمات المتقاطعة أو الكلمات الحروف النورانية لا يعلم نورها إلا الخالق. إذا داوموا عليها مدة أسبوع، بعد ما تهزوها الصريرة غادي ديروا لها، ديروا لها إن شاء الله خيط أخضر. بعد ما رشيتوها بالريحه غادي ديروا لها واحد، انا غادي حيت غادي نديرها في ساكي غادي نديرها ان شاء الله، ندير لها خيط ذهبي باش انها تكون متميزه جدا. اذا صريره القبول، صريره ديال الهمه والشان، صريره اللي غادي تعطيك ان شاء الله بحول الله وقوته حب العشق مع الريحه، غادي تعطيك صريره الهمه والشان، لان فيها طاقه نورانيه واسرار كاف ها يا عين صاد. غادي مع الصبح تقولوها 111 مره، ومن مورا العشاء تقولوها 111 مره، وغادي تشوفوا الطاقه النورانيه. تحطوها في المحفظه ديالكم على النيه القبول، ولكن حاولوا انكم تحتفظوا عليها في الحقيبه ديالكم في مكان ما تبان حتى شي حد، ونكتم اسراري. هذا هو الطلب في هاد الصريره، خاصك تحافظي عليها وخاصك ديري لها منديل مع بابي الومنيوم
ديري لا بابي ألمنيوم لأنها فيها قراءة خطيرة جدا، وقراءة اللي غادي تعطيكم طاقة إيجابية بحول الله. تنتهي أي عقدة في الجسد ديالك، غادي تكون إن شاء الله تلاشى مع هذه القراءة ديال الحروف النورانية وأسرار من أسرار كاف يا عين صاد. إذا أحبابي تنتمنى لكم حظ سعيد، تنتمنى لكم ما تنسوناش في اللايك والصلاة على الحبيب في التعليقات.